مايا، يعني اليوم وقبل لحظات أزل الستار عن القضية الأكثر جدلا في الشارع العضلاني، قاضي المعروفة إعلاميا باسم قضية الفتنة. اليوم وبعد دخول رئيس المحكمة والمتهمين باسم عوض الله وشريك حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة، إضافة إلى فريق الدفاع، يعني رئيس محكمة أمن الدولة استعرض المواد التي توصلت إليها المحكمة والبينات التي أوردتها، وبذلك أكدت ثبوت التهم الموجهة لكل من باسم عوض الله والشريك حسن بن زيد. طبعا أكد رئيس المحكمة بأن الدفاع لم يقدم أي بينات تضحد التهم الموجهة للمتهمين. إضافة لذلك يعني كان قرار المحكمة اليوم حازما، إذ أزل الستار عن هذه القضية الجدلية بعد 5 جلسات مغلقة. طبعا اليوم سمح لنا كإعلاميين بالتواجد. نعم. لنا لنذكر بالأحكام التي صدرت. نعم، الأحكام التي صدرت فيما يتعلق بباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، وثبتت عليه تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وكانت العقوبة 15 عاما في الأشغال المؤقتة. وأيضا ثبتت عليه جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأنه للخطر وإحداث فتنة، وكذلك كانت عقوبتها الأشغال المؤقتة 15 عاما. وأكد رئيس المحكمة بأنه يتم تطبيق إحدى العقوبتين مشمولة بفترة التوقيت التي بدأت من 3 أبريل الماضي. أما فيما يتعلق بالشريف حسن بن زيد فكذلك ثبتت عليه تهمة الجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم، وكانت أيضا عقوبتها الأشغال المؤقتة 15 عاما، وأيضا ثبوت جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأنه للخطر، وكذلك عقوبتها الأشغال المؤقتة 15 عاما، تطبق إحدى العقوبتين. أيضا إضافة لذلك تكون هذه الفترة مشمولة منذ اليوم الأول لتوقيته. بالنسبة للتهمة الثالثة والتي يعني كانت موجهة للشريف حسن لوحده، وهي حيادة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، فوجهت له أيضا كان الحكم هو عبارة عن سنة كاملة وغرامة 1000 دينار. يعني مبدئيا ماذا عن فريق الدفاع؟ هل سيتم تمييز الحكم لنا؟ يعني من المتوقع نعم أن يكون هنالك تمييز للحكم، هذا سيكون خلال 30 يوم من يوم النطق بالحكم. طبعا بالنسبة لفريق الدفاع، يعني توجه فريق الدفاع اليوم لرئيس اللجنة ولجنة المحكمة بالتماس يعني تقديم الأخذ بعين الرحمة، إنجاز التعبير هكذا وصفها الأخذ بعين الرحمة، وتخفيف العقوبات الموكلة إليهم. لكن رئيس المحكمة يعني بالنهاية كانت هذه الأحكام التي صدرت اليوم في محكمة أمن الدولة وسط انتظار شعبي ورسمي كبير لهذه المحكمة.